السلام عليكم، معكم أحمد جمال من قناة إيفوي. فيديو جديد وألعاب جديدة بتصدر هذا الأسبوع، وأعتذر عن الصوت، الأجواء زلانة شوية عندنا، وخلونا نبدأ. في يوم الثلاثاء بتصدر لعبة داينستي ووريرز 9، لعبة هاكن سلاش في عالم مفتوح، لعبة عريقة وأكيد لعبتها في مرحلة معينة، ولو ما لعبتها قبل كده تدور أحداث اللعبة في الصين وتتحدث عن حرب كبيرة بين أشهر 4 ممالك في الصين، واللعبة سينجل بلاير ما فيها أونلاين. اللعبة بتصدر يوم الثلاثاء هذا الأسبوع وبتتوفر على البي سي والبي اس 4 والإكس بوكس. وفي يوم الثلاثاء أيضا عندنا كينغدوم كام، لعبة ار بي جي في عالم مفتوح، وتدور أحداث اللعبة في عام 1403 ميلادية، بعد أن غزا سيغيسموند ملك المجر مملكة بوهيميا، قامت أحد فرق المرتزقة بالهجوم على قرية سكالتس وقتل كل من فيها، ومن تلك المجزرة نجا ابن حداد يدعى هنري، ومع الأيام انضم إلى حركة مقاومة ضد غزو مملكة المجر. وبينما يسعى هنري إلى تحقيق العدالة لأسرته المقتولة، فإنه يشارك في محاولة لتحرير البلاد أيضا. اللعبة بتصدر على بي سي، بي اس 4 والإكس بوكس. وفي يوم الثلاثاء برضو بتصدر لعبة أول بوي، لعبة مغامرات وبلاتفورم خفيفة ولطيفة وقصتها جميلة وما ينفع أحرق منها شيء، لكن أقدر أقول لك بتكتسب مفاهيم جميلة منها، وبتصدر على أجهزة الكونسول إكس بوكس والسويتش والبي اس 4. وفي يوم الجمعة عندنا لعبة بايونيتا 1 وبايونيتا 2، الهاك أند سلاش الرهيبة والغنية عن التعريف، ولو عندك جهاز سويتش هذه واحدة من الألعاب اللي لازم تلعبها وتجربها، صدرت سابقا على أجهزة الوي والآن بتصدر على سويتش فقط. وفي يوم الجمعة لعبة أكشن ومغامرات من تطوير زونيك ونشر EA، لعبة لطيفة تتحكم فيها بمخلوق يشبه الثعلب، ومهمة الدفاع عن الغابة وحمايتها من مخلوقات غريبة، وبتصدر على أغلب الأجهزة البي سي والسويتش والبي اس 4 والإكس بوكس. أسبوع خفيف وما في ألعاب كثير، هل راح تشتري شيء ولا ملزق جيبك بشترطون؟ يعطيكم العافية على الدعم الكبير، ولا تنسى تفعل زر اللايك والاشتراك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديدنا أول بأول، ونشوفكم في خير.